خلينا نروح بقى لحاجة تانية يعني فرحتنا أو يمكن رجعت لنا الابتسامة النهاردة في الألعاب الأخرى بعض الشيء يعني، هو طبعا منتخب مصر لشباب سلاح سيف المبارزة اللي عمل إنجاز جديد يضاف لنجوم السلاح. المنتخب فاز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم واللي اتلعبت في صربيا. منتخب طبعا قدم أداء ولا أروع، أداء محترم جدا في المباراة النهائية، قدر إنه يفوز أمام سويسرا أو على سويسرا بنتيجة 45-38. وفي البطولة بصفة عامة بقى كان مشواره إنه فاز في دور ال 16 على المنتخب الألماني بنتيجة 44-43، وعلى منتخب إيطاليا في دور الثمانية بنتيجة 45-39، وفي نص النهائي فاز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 43-42. الحقيقة شيء يعني مبهج جدا ومشرف جدا جدا جدا. السلاح زي ما بيقولوا كده بتعمل عظمة اليومين دول في كل البطولات اللي بتدخلها، يمكن منتخب السلاح كمان تحت 20 سنة فاز بكأس العالم الشهر اللي فات بعد ما فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 45-34. اتحاد السلاح من الاتحادات اللي بتشتغل على الناشئين، علشان كده في لعيبه كتير ان شاء الله هيكون ليهم مستقبل عظيم جدا في السلاح. ودايما بقول ان انت لو عايز تدور على نجاح مستمر او نجاح بجد بقى يكمل معاك فترات طويله جدا، لازم تبدا من قاعده الناشئين، ما تبداش من لما يبقى اللاعب مثلا عنده 20 21 سنه ابدا اركز، ده عنده الموهبه طب يلا بينا بقى نركز معاه. لا، لازم علشان يبقى عندك نجاح ونجاح مستمر تبدأ من القاعدة تحت، قاعدة الناشئين، وتشتغل عليها. وده اللي يمكن اتكلمنا عليه، مش بس كاتحادات، كرعاة كمان، ان احنا نبدأ من بدري شوية، نتبنى المواهب من بدري شوية، الناس المبشرة او المبهجة او اللي عندهم مواهب تؤهلهم انهم يبقوا ابطال عالم وعندهم ميداليات اولمبية، نبدأ معاهم من بدري شوية. اللي حصل طبعا النهاردة انجاز جديد يضاف زي ما بقول لحضراتكم لانجازات السلاح وللرياضة المصرية بشكل عام.